يا ساده انتوا بتفتوا على الهوا، خلي بالكم. مش المهم ان الناس تقول عليك ان انت افتيت واجبت، لكن المهم ان انت تمشي وفق ما امرك الله به ان تسير عليه في الفتوى. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اي حاجه فيها، احنا عندنا في الفتوى اي حاجه فيها استيفاء لازم تستوفى، وعدم الاستيفاء خيانه للامانه. يعني لو في ورقه انت لازم تستوفيها وما استوفيتهاش وافتيت على ده، انت خنت الامانه. ده من اهم اصول الافتاء، فاحنا لازم نلتزم بيه عشان الناس مش حمل ان هي تزداد عندهم الصراع. وربنا جعل الفتوى عشان ترفع النزاع، فما ينفعش الفتوى تكون شريكا في النزاع. يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن مستقبلنا، عن قرة عيوننا، عن قوت قلوبنا، عن حبايبنا، عن ولادنا، اللي احنا في الحقيقة اقول لكم حاجة واقول لكم بصراحة واقول لكم بصدق، لما يحصل التغير لازم يحصل تغيير. احنا محتاجين نتغير، محتاجين نبقى أكثر وعي، أكثر ثقافة، محتاجين حاجات كتير نتعلمها. أولادنا وإحنا بنربيهم دلوقتي مش ممكن نكون بنربيهم زي ما كنا بنربيهم زمان. ده مش لأن العصر بقى وحش، ولكن لأن هم محتاجين حاجات مختلفة عن الحاجات اللي إحنا كنا بنربي بيها زمان. على فكرة إحنا ممكن نكون زمان بنبذل مجهود أكتر، أو بنبذل دلوقتي مجهود أكتر، بس الأساس اللي إحنا لن نستطيع أن نربي أولادنا بنفس الطريقة اللي إحنا كنا بنربيهم بيها زمان. ده مش عشان هم بقوا وحشين ولا عشان احنا بقينا عاجزين، لكن احنا لازم نبقى متغيرين، لازم نتغير، عشان اي تغير لازم يحصل قدامه تغيير، والتغيير ده يكون للاحسن، ونبقى كده عايشين في قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وربنا امرنا ان احنا نغير انفسنا تحت قانون، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. تعالوا نزكي انفسنا، وكمان نربي اولادنا على إن هم يكونوا من أهل العلاقات الحسنة، ويكونوا من أهل الأمل، ويكونوا كمان عايشين بالحوار، ويعيشوا بالتعلم والمتبادل معانا. وبكده نقدر نشوف جمال ربنا في مستقبلنا، ونرى وجه الله سبحانه وتعالى في كل خطوة بنخطوها في اتجاه مرضات الله سبحانه وتعالى. يا رب عنا وجعلنا من أهل المدد ومن أهل الكرم ومن أهل الفضل. يا رب احنا ممكن نكون قلقانين على أولادنا، بس لما بنذكرك ونذكر مددك لينا وناخد بالأسباب بنطمئن، لأنك أنت وعدتنا وقلتنا أليس الله بكاف عبده. يا رب كفينا قلقنا على أولادنا، يكون مددنا عشان نكون أخذنا بالأسباب واطمئنينا لمددك وعطائك. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، جد علينا بمددك يا أرحم الراحمين.